عن درعا معنا مراسلنا هناك فاروق هلال. مرحبا بك فاروق، لو تطلعنا على تفاصيل الوضع الميداني في مدينة درعا اليوم. نعم، عموما تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم 6 شهداء في ريف درعا الغربي، 3 منهم طفلتين وامرأة، استشهدوا بقصف لقوات النظام على مدينة طفس لليوم الثاني على التوالي. يستهدف النظام مدينة طفس بعد أن ارتكبت طائراته يوم أمس مجزرة راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص. طبعا طفس، مدينة طفس في ريف درعا الغربي، وثلاثة شهداء آخرين استشهدوا جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم بينما كانوا يعبرون طريقا ترابيا بين مدينة داعل ومدينة نوى، حيث يستخدم المدنيون طرقات فرعية وترابية في حال وجود اشتباكات على الطرق الرئيسية بين الجيش الحر وجيش خالد المبايع لتنظيم الدولة. طبعا خلال اليومين السابقين كان هناك اشتباكات بين جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة وفصائل الجيش الحر على محور بلدة جلين وعلى عقدة جلين الاستراتيجية التي تعتبر الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي إلى مدينة نوى، وهي كبرى المدن المحررة في ريف درعا الغربي. بالانتقال إلى الوضع في مدينة درعا والحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام، اليوم لا يوجد أي محاولات برية من قبل قوات النظام لاقتحام مواقع في مدينة درعا، لكن كان هناك قصف جوي 20 برميلا متفجرا و9 غارات من الطيران الحربي على منطقة غرز إلى الشرق تماما من مدينة درعا، وهي منطقة استراتيجية تقع بين مخيم درعا وبين بلدة النعيمة. طبعا هذه المنطقة استراتيجية يسيطر عليها الثوار وتحوي على صوامع الحبوب وتشرف على المدخل الشرقي للأحياء التي يسيطر عليها الثوار في مدينة درعا. طبعا يعتقد أن هذا القصف يسبق أو ربما يسبق هجوم بري تعده قوات نظام يعني ضد كنت أود هذه أن أسألك عن هذا الموضوع، هل من جديد بالنسبة لحشود قوات النظام وميليشيات إيرانية وأخرى لبنانية على تخوم درعا؟ نعم مؤمن، يعني قوات نظام حاولت قبل يومين اقتحام مخيم درعا، تصدت فصائل البنيان المرصوص لهذا الاقتحام ووقع عدد كبير من القتلى بين صفوف القوى المهاجمة، وتم عطف دبابة وانسحبت قوات نظام. بعد ذلك بدأت بقصف جنوني، حملة قصف فقط بدون أي محاولة للتقدم البري. القصف يستهدف بلدة النعيمة إلى الشرق مدينة درعا ومخيم درعا ومنطقة غرز، وكل هذه المناطق هي مناطق متجاورة، يعني يدل أن النظام يجهز لحملة برية نحو تلك المنطقة. طبعا منطقة غرز التي قصفها النظام اليوم يعني هي تشرف على الطريق الشرقي المؤدي إلى الأحياء التي يسيطر عليها الثوار في مدينة درعا. طبعا قوات النظام بعد فشلها بتحقيق التقدم على جبهة مخيم درعا ربما تلجأ إلى تغيير محور التقدم إلى السهول والمزارع المحيطة بالمدينة بهدف الوصول إلى طرق الإمداد أو الإشراف على طرق الإمداد التي تطل على المدينة، لأن الثوار طرق إمدادهم مفتوحة نحو أحياء مدينة درعا. والقائد الحملة وهو العقيد غياث دلة من الفرقة الرابعة لا يعني معتاد على قتال الثوار في مناطق مخصصة، الثوار يدون على النظام الصاع صاعين من ناحية القصف ومن ناحية الاستهداف. شكرا جزيلا لك فاروق هلال مراسل قناة دار الإيمان في درعا.